اولهم يعني اللي كنت دايما على طول حتى التواصل من خلال التليفون ومن خلال القناه. بشكرك يا هاني بصراحه، لا ده واجب علينا صراحة. اولا لانه اي اسم مصري بينجح وبيتالق ده غير ان انت نجم كبير وبنحبك على المستوى الشخصي كمان، لكن كمان نجاحك ده نجاح للرياضه المصريه عموما، خصوصا انه اسم المدرب المصري تعثر شويه في السنتين ثلاثه اللي فاتوا كابتن طارق. حسيت بده بنظره عامه كده على مشوار المدربين المصريين خارج مصر؟ طبعا بص انا كنت محظوظ ان انا من المدربين المصريين اللي اشتغلت في السعوديه واشتغلت في الامارات واشتغلت في المغرب طبعا، والمغرب اكتر من مره يعني المغرب ثلاث مرات، كل مره حوالي سنه ونص يعني اعتقد فتره كبيره. والتدريب في المغرب صعب بصراحه، مش اي مدرب يقدر يشتغل في الدوري المغربي بكل امانه. يعني في مدربين هنا موجودين يعني كانوا موجودين يعني اخرهم المدرب بتاع فيوتشر كان موجود، كان ماسك الام الخربجه اللي هو لسه فورموزينيو اللي هو لسه ماسك فيوتشر ايوه كان موجود في الدوري المغربي في مع الام الخربجه. قبل كده كارترون جاريتو مظبوط باكيتا اللي انا اشتغلت معاه كان ماسك كل المدربين دي انا الحمد لله لعبتها يعني ومدربين كبار جديدين كتير جدا في الدوري المغربي وطبعا كلهم مدربين كبار جدا، كابتن محمد فاخر كابتن الزاكي كابتن وليد الركراكي من غير حفظ الالقاب يعني هشام الدميعي عموته طارق سكتاوي صديقي وحبيبي عبد الهادي سكتاوي اخوه، مدربين كتير من المغرب دلوقتي بقوا موجودين بشكل كبير جدا. هم عملوا ايه بقى هنا عشان نوصل اللي احنا المدربين المصريين مش موجودين زي التوانسة ولا المغاربة ولا الجزائريين حتى. ليه انا قلتها وهقولها دايما والكلام ده بقوله من فترة كبيرة جدا جدا جدا، لو انت مش هتعمل قانون هنا وان انت تشتغل المدرب الكفاءة لان احنا هنا عندنا الكفاءة تيجي بعد تيجي اخر حاجة ما بعد أولها. ايه الحاجات اللي بتيجي قبل الكفاءة رغم ان الكفاءة المفروض لأي نظام كروي ناجح لازم تيجي في المقدمة عليك نور، وده اللي حصل في المغرب يعني ده اللي حصل في المغرب. شوف المغرب فين دلوقتي، شوف كأس العالم مش بس الفريق الأول المنتخب الأول اللي بيقود وليد الركراكي اللي أنا بشوفه من أفضل مدربين ذكاء وخد الفرصة واشتغل وخد ومسك المنتخب وعمل طفرة ما حصلتش. إيه المميز فيه؟ إيه سبب نجاح وليد الركراكي؟ وليد أولا هو على المستوى الكاتشانة، إحنا لعبنا مع وليد أنا لعبت ست سبع مرات لعبنا ضد بعض على مستوى الكاتشانه يعني هم حتى هناك يقول لك ايه الدماغ قريبه من بعض اللوفاكيات يقول لك الدماغ يعني الماتشات بتاعتي انا وهو دايما بتبقى صعبه دايما بتبقى صعبه بصراحه الدماغ كمان تكتيكيا الدماغ فنيه وشكلا بالظبط كده انتوا فعلا جوه ارض الملعب يعني تبقى مستني المواجهه دي يا كابتن بالظبط خلي بالك اخر مواجهه بيني وبين وليد كانت مع لومبيك اسفي كانت الدور السنه اللي فاتت مش السنه دي السنه اللي فاتت كان هو مع الوداد مظبوط كان هو مع الوداد تعادل وكسبني لا 1-0 ضرب الجزاء 1-0 ضرب الجزاء في الدقيقه 85 ايوه صح وانا وليد كان ليا ضربه جزاء لا بس هو ذكي دايما زرع حته الروح دي والوطنيه في اللاعبين بدليل ان كانت باينه وواضحه صح مع المنتخب ودي كانت تنقص اللاعبين عنده عدد محترفين كتير جدا ودي اللي تنقصنا يعني من ضمن العوامل اللي احنا لازم هنا نبص لها بصه مختلفه شويه ازاي نشجعك